قومي افتحي الباب. اهلا اهلا اهلا. ازيك يا جدو؟ ازيك يا حبيبتي؟ عامله ايه؟ الحمد لله. ازيك يا ليلى؟ ازيك يا ابيض؟ ازيك يا عرس يا كبير انت؟ ازيك يا عم اللماضه؟ ازيك يا سلمى؟ ايه اللي انتوا لابسينه ده؟ دي حته من العيال كبرت مش كده؟ جاموسه راحت تقابل جاموسه، جاموسه راحت تقابل جاموسه، عيني ملقتهاش جاموسه يا ليلي، لا تبقرا يا عيني. ولا لا 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 لا. ايه القرف ده؟ وايه الكلام السخيف اللي انت بتقوله لمراتك ده؟ جاموسه ايه وبقره ايه؟ وايه اللبس اللي انت ملبسه لهم ده؟ انا داخل انام جاتك القرف. شفت؟ يا سلومه يا حبيبتي مالك بقيت كشريه ليه؟ بنضحك معاك يا بنت يا بنت يا بنت. وبعدين اللي انت لابسه على طول ده؟ نفسي اشوف شعرك يا حبيبتي، في ايه يعني؟ ده انا زي جوزك يعني. يا اخي انا مش فاهمه، انت ليه ما طلعتش زي ابوك؟ رزين وعاقل كده. برنس برنس. بتضحك علينا؟ بتضحك علينا؟ ايه؟ لقيتها مريحة الصراحة. وبالمناسبة طلعت يا محلى جرعة شمس الشموسي، يلا بينا نملاه ونحلم لبن الجاموسي. لبن الجاموسي. لبن الجاموسي. ايه ده؟ انت شفت فيا؟ مش لاعب. خدني معاك. انا مخنوق من الست اللي بره دي، حاسس ان انا متجوز خالتي نبويه. عمر حبيبه قلبي جايلك. اعمل ايه بس؟ اعرف عليها واحده؟ ما هي دي سكه اللي زيك، اللي ما عندهمش شخصيه وبيستسهلوا فيهربوا من مشاكلهم مع واحده ست تانيه تلبس معاهم في حيطه اكبر. الستات برضو يا عمر بيحبوا حاجات ممكن تكون بالنسبه لك انت صغيره، لكن بالنسبه لهم تبقى مصيبه لو ما عملتهاش. يعني مثلا لو نسيت عيد جوازكم هتشوف يوم اسود من قرن الخروب. الستات يا حبيبي بيحسبوها بالورقه والقلم، بالساعه والثانيه. الست عمر لما بتقفل من جوزها بتبقى ضعيفه قوي قدام اي كلمه حلوه تتقلها من اي حد، حتى لو كان بواب عمر ده. عم حامد بعمل ايه بس؟ احتويها، افتكر مواعيد المناسبات اللي بينك وبينها، وفي المناسبات دي دلعها، خرجها، جيب لها ورد، شموع، هدايا. يا اخي خدني قدوه، مثل اعلى تحتذي بيه. اتعلم الرومانسيه من ابوك يا اخي. الو ايوه نهله، عايزه ايه؟ بقالك ساعه نازله تن 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 تن. ايه؟ مش عايز اتكلم مع الواد كلمتين؟ نعم. عايزه ايه؟ فالنتاين؟ فالنتاين ده ايه يا روح النونه؟ انا مش بتاع فالنتاين. لا 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 لا، انا ما بحبش الحاجات دي. دباديب؟ لا يا حبيبتي انا مش بتاع دباديب، ولو مديت ايدك على التليفون هقطعها لك. سلام. فهمت يا عمر؟ وصل وصل. سوري بجد يا عمر اني اتاخرت النهارده، وبعدين كان في شويه حاجات كده في الشغل عايز اسالك فيها، بس خايفه اني اكون هعطلك. الحقيقه هتعطليني. اتفضلي اطلعي بره. نعم. تصدقتي ولا ايه؟ على فكره انا صايع جدا، ما وريش اي حاجه. سوري. ممكن ارد على التليفون؟ اتفضلي. لحظه واحده بس. الو. ايوه يا بنت، عملتي ايه؟ ما عملتش حاجه. لازم تعملي زي ما انا قلت لك، جمعي كل اصحابه واعملي له حفله عيد ميلاده. بس عيد ميلاده مش النهارده يا بنتي. ما انا عارفه انه مش النهارده، انت خليه النهارده. طيب طيب، طب اعمل كده. وبعدين ما جيتيش امبارح ليه يا نادله؟ اصل عندي ظروف. طب بصي هبقى اكلمك انا بعدين. ها كلميني ضروري. اوكي اوكي، باي باي. طب يا كارما، عندك السكرتاريه لو احتجت اي حاجه اساليهم. انا مضطر امشي بقى، بعدين مش هقدر اشوف القمر ده كل يوم كده بالمنظر ده. طب ماشي ليه بقى؟ معلش عندي ظروف. السلام عليكم.
في ايه يا عبر؟ بالك الست عمر لما بتقفل من جوزها بتبقى ضعيفة قوي قدام اي كلمة حلوة تتقالها من اي حد، حتى لو كان بواب عمرتك. حتى انت عم حامد؟ اللي جابك هنا عم حامد؟ كنت بخلي انبوبة يا بيه. انبوبة؟ ايه؟ طب اتكل. شك شك مرزوقة تعالي جنب، شك شك مرزوقة تعالي جنب، تعالي جنبي تعالي جنبي تعالي جنبي تعالي جنبي تعالي جنبي تعالي جنبي. حطني يا حبيبي. ده احنا باين ليلتنا عنب ان شاء الله، بس ما تقطعيش. عايزك تسلمي لي نفسك على الاخر. استسلمي هتلاقي معاكي في الاوضه دي مروحه مروحه مروحه. الاوضه هيبقى عليها وطيها ويمنها هيبقى شمالها. مروحه عارفه يعني ايه مروحه؟ فريره. صعبان عليا قوي من اللي هتشوفيه. اطفي النور بقى. بالراحه يا رشدي. اه يا رشدي بالراحه على نفسك. فضلت اقول لها مروحه مروحه لحد ما بقيت مطوحه. فضلت اقول لها مروحه مروحه لحد ما بقيت مطوحه. معلش يا بابا، ما انا عمال تقول لي انا الاسد وانا المهلك وطلعي ورقه وقلم وهرينا حسابات بقالك 7 سنين. ايه يا عم انت عجزت ولا ايه؟ قوم بقى قوم يا عم الاسد بقى، في ايه؟ ربنا ما يحرمنيش منك ابدا 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 يا حبيبي. بقول لك ايه، عايزك تنسى بقى موضوع المروحه ده وعايزك ترجع زي زمان. تكييف. رشدي لاخر مره بسالك، انت واخد فياجرا ولا حاجه زيها؟ ها؟ في الحقيقه ابدا يا دكتور، وانا بتاع الكلام ده برضو. اتفضل، حتى في الموضوع ده بالذات مسميني المهلك. لان المحلول اللي في دراعك ده مع الفياجرا يموتك. ايه؟ يموتك. الحقوني بقى. المكان المهجور ده بقى اللي هنعيش فيه؟ عاجبكم المكان ده؟ ايه اللي عاجبك في العماره دي بقى؟ ما فيهاش ستات يا خفيف. يا اهلا وسهلا، يا اهلا وسهلا يا ميت. مرحب يا اهلا وسهلا. ازيك يا عم فادي؟ عم ايه؟ فادي بجد؟ خدامك فادي، وده ابن شيرين. شيرين؟ ودي الحاجه انجلا. ويلكم يا بيه. كمان انت منين بقى يا عم فادي؟ المارينا ولا ايه؟ ايه ده؟ بلاي ستيشن. بلاي ستيشن؟ ده ملعبي بقى يا معلم. لا ده انا قطعك فيه. لا عم فادي مش سهل. خليك معايا انا يا عم فادي. كله تمام زي ما اتفقنا؟ زي ما اتفقنا يا ست هانم. العماره كلتها فاضيه، ما فيهاش غير شقه المذيعه داليا بدر وجوزها وشقه الست جيجي. ايوه بقى ماشي عليا بالحلم. ودي مهاجره وشقه الاستاذ منشي، وده بقى راجل محترم قوي. فادي فادي. الست جيجي جت بالسلامه. والنبي يا مدام سلمى وشك حلو قوي. من ناحيه قلبي ونار قلبي. بتحاجج موت بتحاجج موت. الف حمد لله على السلامه يا ست جيجي. دي مدام سلمى والاستاذ عمر جوزها، جيراننا الجداد. اخيرا العماره بقى فيها جيران. والجيران لبعضيها. احسن من الوحده اللي انا حاسه بيها. لا وحده ازاي بقى؟ امال انا بعمل ايه بقى؟ اي حاجه تحتاجيها، اي حاجه تحتاجيها، يعني اي امور ماديه معنويه زوجيه، يعني تقدري تعتبريني جوز حضرتك الجديد. سافله عمر. تضحك؟ لعلمك بقى انا جيجي دي مش قلقانه منها خالص، مش ذوقك ولا ستايلك اساسا، بس انا قلبي حاسس ان العماره دي ريحه هادي كده وهتبقى رومانسيه وما فيهاش مشاكل زي التانيه. انا عارفه. انا بقول لك ايه؟ انت طالق. طالق يا هانم. صلاح اسمعني بس. طالق يا مذيعه مشهوره،